السلام عليكم. بسم الله. هنشوف بإذن الله كيف نعمل ديزاين لأوبتيكال شافت إنكودر لـ FSM، يعني على أوبتيكال شافت إنكودر. والإكزامبل هذا هيخدم إكزامبلز أخرى حتالي في الشابتر التالي. الأوبتيكال شافت إنكودر OSE عبارة عن ميكانيكال ديفايس بيحول لك الميكانيكال روتري ميكانيكال موشن، الحركة الدورانية الميكانيكية، إلى ديجيتال أوتبوت. كيف؟ بأنه بيحول الروتيشن تبعت له شافت، له إيش؟ شافت. لما أنت بتحرك الشافت بتكون في لايت بيم، يعني شعاع، يعني ضوء، تمام، بيطلع من سورس وبيسقط مثلا على الفوتوسيل. لما انت بتحرك الشاف تبعه بتلفه يمين او شمال كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز، انت بتعمل انتربشنز للبيم هذه. انتربشنز لمين؟ للبيم. الانتربشنز هدول بتحولوا ايش؟ الى ايرتيكال بالسز. تخيل مثلا الشافت مثلا ثبت عليه قرص، والقرص فيه مثلا فتحات على الدائره ما يدور، مثلا مناطق فيها فتحات ومناطق لا فتحه لا فتحه لا وكذا، وبالتالي كل ما تيقبل الفتحه في اتجاه البيم ما فيش انتربشن، صح؟ بيكون في سيجنال مثلا هاي. لما انت تحرك وتصير اللي هي لا فتحه المسكر قبل البيم، بصير الانتربشن بصير زيرو مثلا، زي هيك ببساطه يعني، تمام. وبالتالي بيحول لك اللي هي الانتربشنز لللايت بيم الى electrical pulses. ويستخدم هو لايش؟ للهاند اوبريتد روتر انبوت ديفايس، زي مثلا في غساله اي جهاز بدك تديله انبوت، تمام، تحوله لديجيتال، اوكي، فبيحط على البانل مثلا في الاتجاه هذا بيزود قيمه الشيء، سرعته او تايم او تمبريتشر او وات ايفر، في الاتجاه الاخر بيعمل اللي هو ديكريمنت، اوكي. هذه الفائده تبعته، وشكله بيكون بالشكل التالي. انت طبعا بتكون البارت هذا بتكون شاف، بتكون جوا الديفايس مش هيك، ولا بتكون شاف، بتكون شاف فقط برا اللي هو الدراع، وعليه اللي كمان حاجه بلاستيك، وبتلفه يمين ايش اللي هو وشمال، خلينا نقول بتلفه كاونتر كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعه، او كاونتر كلوك ايش وايز عكس عقارب اتجاه الساعه. وبالتالي زي ما قلنا بيكون في سام بارامتر انت بتعمل له انكريمنت او ديكريمنت. يعني ما خلينا نقول لو حركنا كلوك وايز انت بتكريمنت البارامتر اللي بدك اياه، مثلا لو هو يمثل لك حراره مثلا، او يمثل لك سرعه، او يمثل لك تايم، اذا حركته كاونتر كلوك وايز يديكريمنت ايش البارامتر. لما انت بتحرك الشافت تبعت الاو اس اي بدي لك تلاحظ هنا في كذا بن، هتلاقي واحد جراوند واثنين منهم تاخذ سيجنالز وصم اكزيلري سيجنالز اخرى، تمام. لما بتحركه بدي لك اللي هو تو ديجيتال اوتبوت ويف فورمز، هنسميهم تشانل اي اند تشانل ايش بي، هنشوفه ما لقيت. الويف فورمز هذول لهم كوادراتشر فيز ريليشن شيب، يعني الفيز بين كل واحده والثانيه ربع اللي هو سايكل، يعني 90 درجه، 1 كواد ربع، ربع ايش اللي هي 90 درجه زي ما حنشوف. اما انه سيجنال بي لاجز اور ليدز باي 1 كواد او بيريود، يعني اما البي بتسبق الاي في التغيير، او اما بتتاخر عنها، او لاجز بتتاخر عنها، او ليز هذا بتسبقها بكم سايكل، ربع 1 كوارتر 1 ايش اللي هو كوارتر. وحنقول خلينا نشوف السيجنالز، هي الاي عند البي، هي الاي عند، تلاحظ الاي اياتها مثلا كانت في الاول يعني فور سام بوزيشن في الاول مثلا بيكون مثلا 0 0 2 0 1 مثلا حسب ما انت او من ايش لايش كان، طرد كان 0 1. لما تحرك كلوك وايز، تمام، تلاحظ لقيت لو كانوا 0 1، لما لو حركت كلوك وايز الاي البي نزل من بي ايش من 1 الى كم الى 0،
تمام. وبعد 1 كوارتر راح الاي طلع من 0 ل 1 اوكي. وبعدين كمان 1 كوارتر راح البي هو اللي طلع من 0 ل 1. كمان 1 كوارتر الاي نزل من 1 ل 0 ولا زال البي ب 1 and so on. تلاحظ من هنا لهنا بالنسبه للاي it is one ايش؟ one cycle. ومن هنا لهنا it is which one cycle بالنسبه لمين؟ اللي هو للبي. تلاحظ الفيز المسافه بين الاي والبي فعلا كم كوارتر؟ 1 كوارتر ربع ايش؟ سايكل ربع صحيح. تلاحظ 1 1 كوارتر 1 2 3 4 تمام. السايكل 4 كوارتر 90 اللي هو درجه كل كوارتر. وبالتالي تلاحظ انه اذا انت حركت الاو اس اي كلوك وايز في اتجاه عقارب الساعه الاي بتعمل ترانزيشن من 0 ل 1 تمام قبل ما البي يعمل ترانزيشن من 0 ل 1 بكام؟ 90. لاحظ البي لو انا بديت من هنا مثلا وحركت الاي بتطلع من 0 ل 1 قبل ما البي يطلع من 0 ايش ل 1. لكن انت لو حركت الاو اس اي الاوبتيكال شافت انكودر كاونتر كلوك وايز عكس عقارب اللي هو الساعه تلاقي سيجنال بي بتعمل ترانزيشن قبل اللي هو يعني حتمشي العكس حتمشي كده. معناه لو انا مثلا واقف هنا مثلا اوكي وحركت هتلاقي انت تمشي كده في اتجاه العكس من اليمين للشمال هتلاقي انه البي بيطلع من 0 للواحد قبل ما يطلع من 0 لايش؟ للواحد تمام. اذا بالكاتر كلوك وايز الاي في الاول بيطلع في الكلوك وايز الاي بيطلع من 0 لواحد وبعدين مين؟ البي. في الكاونتر في الاول البي بعدين مين؟ اللي دائما المسافه بينهم قال الفيز بينهم كم؟ 1 اللي هو كوارتر. وبما انه ال A and B بينهم كوادراتشر فيز ريليشن شيب هذا بيعمل لك اربع ديفرنت كومبانيشنز للقيم اللي ممكن ياخذها ال A وال B in one period in one ايش؟ فعلا تعال شوف فعلا لو اخذنا مثلا 1 2 3 4 كوارترز الاولانيين لاحظ ال A وال B كان كم قيمتهم؟ 0 0 وبعدين اللي هي 1 0 وبعدين 1 1 وبعدين 0 1 هذه 1 سايكل 1 بيريود. بعد كده بتكرر الباترن بتكرر ايش؟ اللي هو الباترن بتكرر الباترن بعد هيك بتكرر مين؟ اللي هو الباترن. وبعدين بيقول لك الـ OSEs are commonly available يعني بتكون موجوده في السوق بتدي لك في البيريود الواحده من 16 ل 250 بلس على كل تشانل بير 1 ريبريوشن بير 1 ايش؟ سوري مش 1 بيريد فور 1 ريبريوشن للشافت ريبريوشن كامله تمام. يعني 250 بلس معناته 250 بيريود تمام ل 1 روتيشن لمين؟ للشافت. فرق بين ريبريوشن وبين ايش؟ وبين البيريود. البيريود هي البيريود اللي ايش تبعت اللي ايش اللي سيجنال اون بي اللي هي من هنا لهنا مثلا او من هنا لهنا بالنسبه للبي اوكي. الشافت نفسه تمام لما يلف لفه كامله اوكي بيكون على الاي قد كم بلس؟ 250 بلس. هو ثاني كم بيريود عليه حيدي 250 ايش؟ بيريود مش هيك ولا؟ البلس جزء ايش؟ من البيريود من يعني من 16 ل 200 ايش؟ و56 سم نمبر تلاحظ بيكون رقم 2 اس او سمثينج 2 اس او شيء اوكي. ونفس الشيء بالنسبه لمين؟ للبي. فور افري for one rotation for one revolution of the shaft بدي لك مثلا 250 بلس من 16 ل 250 حسب النوع اللي هو الاو اس اي من 16 ل 256 بلس على الاي وزيهم على مين؟ على ايش اللي هو البي. بمعنى لو الاي بدي 32 البي حيديك برضه كم؟ 32. والفيز دائما بيكون بينهم ايش؟ اللي هي ربع ربع سايكل ربع بيريود. طيب
بدنا نعد البلسز هالجيت اللي طالعه اللي هتجيني من الاو اس اي، بدنا نشوف كيف هنعدهم. تمام، افترض انا الاو اس اي عندي بيعمل جنريشن ل 32 بلس بير ريفوليوشن، بير ايش؟ بير ريفوليوشن. وبدنا نعمل انكريمنت او ديكريمنت للكاونتر. لو حركته كلوك وايز بدنا نعمل له انكريمنت، ولو كاونتر كلوك وايز بدنا نعمل له ايش؟ اللي هو ديكريمنت. وبالتالي بدي كاونتر، مش هيك ولا بدك ايش كاونتر؟ هنقول الكاونتر فيه له كاونت انيبل، يعني ما بيعد سواء اب او داون الا اذا الانيبل بكام؟ باكتف بواحد مثلا. تمام، وله كاونت دايركشن، يعني اذا اب بيكون بواحد، اذا داون بيكون ايش؟ بزيرو. تمام، اذا داون ايش بيكون اللي هو بزيرو. وطبعا في اللي هي السيستم كلوك انبوت الكلوك ماشي، وهيعد طبعا على الانيبل انبوت السينكرونس، يعني مش هيعد الا غير اذا جات له ايش تريجرنج كلوك ايدج. تمام ماشي، في الاول مش هنعمل الديزاين كاف اس ام، في الاول هنعمل اد هوك، هنوصل الاوتبوت تبعت الاو اس اي مباشره مع الكاونتر، مع الكاونتر. شوف كيف ممكن اللي هو نوصله، ممكن توصل الـ OSE Output اللي هي الـ A Output تخليه هو نفسه الـ Clock Input تبع مين؟ الكاونتر. أيوة، هو نفسه الـ Clock تبعت مين؟ طول بالك، هنوصل الـ A مع الـ Clock تبعت مين؟ تبعت الكاونتر، معناته هيعد على Edge تبعت مين؟ الـ A. سيل كاونتر بوزيف إيدج شغال، يبقى هيعد على الـ Positive Edges of مين؟ of اللي هو الـ A. لكن الجيت ضلت نحدد ايش هو الانيبل وايش هو مين اللي هو الدايركشن. لو قلنا الدايركشن انبوت تبع الكاونتر اذا كان واحد بيعد اب واذا كان زيرو بيعد داون، بلزم انك تدخل الكومبلمنت تبع البي على الدايركشن. تعال شوف، لقيت لو شغال انا بدي لما كلوك وايز يعد ايش؟ يعد اب. طب هنا لو تلاحظ البوزيف ايدجز بيكون الاي بي بكام؟ اذا بده البي ايش؟ انفيرتر. بده ايش؟ انفيرتر. لو هو على الاب بزيرو خلاص بتخليه زي ما هو، مش هيك، بتخليه زي ما هو. تمام، لكن هو في الكتاب اختار انه يحط على البي يدخل على الانفيرتر، معناته ويفهم ضمنان على انه الاب بيكون شغال على مين؟ على الواحد. تمام، على ايش اللي هو الواحد. تلاحظ لقيت لو انا كنت مثلا في لو هنا زيرو زيرو وحركت كلوك وايز، تمام، هيجي لي كلوك على مين؟ على الـ A. وفي نفس الوقت حيكون قيمة الـ B كومبتيتيف بكام؟ بواحد. وبالتالي هيعد ايش؟ اب ولا داون؟ اب. نفس الشيء الإيدج هادي، لاحظ الإيدج هادي بيكون الـ B كومبتيتيف بكام؟ وبالتالي هيعد اوت. وبالتالي فعلا على الـ كلوك وايز الكاونتر والإنكريمنت ولا ديكريمنت؟ والإنكريمنت. تمام، طيب نيجي في الاتجاه المعاكس. تمام، تلاحظ البوزيتيف ايدج في الاتجاه المعاكس، لو حركته كاونتر كلوك وايز هتلاحظ مثلا انا كنت هنا، تمام، تلاحظ لما يطلع من زيرو لواحد البي بكم كان؟ واحد. يعني البي كومبتيتيف بكم؟ معناته هيعد هيعد ايش؟ داون، هيعمل ديكريمنت مش هيك ولا؟ وهكذا. شوف لو تمشي كده هنا مثلا، هنا مش مبينة، تعال هنا، لو هنا زيرو واحد ومشيت كده الـ A هيتغير من زيرو لواحد، بس لحظة التغيير هذا هيكون قيمة الـ B كومبتيتيف بكام؟ بزيرو، معناته it will decrement. ظبطنا الكلوك وظبطنا الـ direction، ضل الـ enable. enable ايش هتسوي فيه؟ لا، اعمل له ازيشن على طول. قلت لك هو الكاونتر له انيبل، عاد بده طبعا لازم احنا مختارين كاونتر له ايش؟ له انيبل، مختارين كاونتر له ايش؟ انيبل. يوجوالي هكذا بتكون كاونتر له انيبل، حتى ممكن يكون اكثر من انيبل، اتليست 1 ايش؟ 1 انيبل. فبدك تعمل له ازيشن على طول هارد واير. لو هو اكتف هاي بتخلي انيبل دائما بكام؟ اللي هو بواحد. طب اذا بطل يلف يعني هو بطل يطلع كلوك الاي والبي هيك؟ اذا بطل ما هو اذا وقف مثلا لفيت انا شويه وخلص سبته.
ايوه بالضبط، بطل في كلوك بالسز على اي وبي. تمام. مش هيصير في كلوك عليه. شو كلوك؟ فلك طلعت الايد هو اللي هو مين؟ اللي هو الكلوك، مش كلوك العاديه تاعت السيستم اللي حنوصل اللي بدك اياه، بس لس اللي هي مين؟ بحركه الاي، بالحركه هو الاي لو تحرك بتغير الاي، اللي هو نفسه مين؟ اذا واقف فش كلوك، وتالي اذا ات ويل نوت تشينج. تمام؟ واضح؟ فات وركس، مش هيك ولا؟ ات وركس. هي الحلول الفهلوانية هذه الادوكسي، الحلول الفهلوانية هذه بتشتغل، بس بدك تكون حوط كثير وبتوفر عليك مرات شغلات اللي هو كثير. لكن لو مشيت على الستاندرد بتغلب، يمكن مش بتغلب، بدها شغل اكثر، لكن بتكون ماشي سيستماتيك وتز ايش الشغل الجارانتيد، مش هيك ولا؟ اوكي. لكن برضه الهاردوير هذا فيه مشكله كمان. لو بدك تستخدم الكاونتر هذا نفسه اللي انت عملته مع الاو اس اي في لارجر سيستم، طبعا حيكون السيستم حيكون الكلوك تبعته، صار عندك كم كلوك؟ عندك تو كلوكس، الاي بيشغل الكاونتر تبع الاو اس اي، وبقيه السيستم شغال على 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 انذر كلوك، وبالتالي صار السيستم على على بعضه، ما هوش فولي ايش؟ ما هوش فولي سينكرونس. ممكن تحط ريجستر على الاوتبوت تبع الكاونتر، وبعد كده الاوتبوت على الريجستر تحوله الى ايش؟ الى سينكرونس. تمام؟ بس احنا بدنا من بدايه نخليه ايش؟ مع ايش؟ مع الكلوك تبع السيستم من غير ال. تمام؟ اوكي ماشي. ما هي عمليه الاي اس ام لما تيجي بتعملها على فكره، بتعمل انت بتقوله بس كله على بعضه بنعمل. بالعمل الكنترول مع الريجستر بيعمل لك اياه، مع الكاونتر مع ايفري ثينج. اوكي. اذا عرفنا العيب تبع الطريقه هذه، انه لو انت بدك تحطه بارت اوف انذر سيستم، وسيستم بقيه السيستم شغال على كلوك اخرى، صار السيستم على بعضه مش فولي ايش؟ مش فولي سينكرونس. بقول لك اذا هو اذا اف ات از نوت فولي سينكرونس، بيصير من ناحيه تايمينج كالكوليشنز فيريفيكيشنز ات از كومبلكس. على فكره مزبوط ولا؟ اي نعم، بتغلب اللي هو حساباته. ماشي الحال. اوكي، حنشوف كيف نعمل اللي هو فولي سينكرونس اللي هي سوليوشن، بانه من الاي حنعمل ديريفيشن للانيبل تبع الكاونتر. تمام؟ من الاي حنعمل ديريفيشن لايش؟ لانيبل. والانيبل هذه حتكون فقط لوان كلوك بيريود، من الكلوك الكبيره تاعت السيستم كله، بحيث لما تيجي الكلوك تاعت السيستم بيكون انيبل از اكتف، بيعمل ايش؟ اللي هو الكريمنت او الايش؟ اللي هو الديكريمنت. مع كل بوزف ايدج من الاي الكاونت انيبل، قلنا حيكون ازيت لكم كلوك؟ لجست 1 كلوك. على النكست ايدج بيعمل يا انكريمنت يا ايش؟ يا ديكريمنت، حسب قيمه مين؟ اللي هو الدايركشن، حسب الاي والبي اللي هو ايش؟ اللي هو الدايركشن. هنشوف كيف نعمل الديكودر هذا عشان يعمل جنريشن لانيبل للكاونت انيبل، والدايركشن اللي هو كمان فيجر 10.5.3 طلع الفيجر التالي. اي نعم، هنعمل سام ديكودنج لوجيك. هنا الانبوت الاي والبي جايين من الاو اس اي، تشبكهم على طول، وهي الكلوك تبعت مين؟ تبعت اللي هو السيستم، وهذا الكاونتر تبعنا اللي انيبل ولا ايش؟ دايركشن. والديكودر هذا وظيفته يطلع شغلتين، الكاونتر انيبل فور 1 كلوك بيريود اوف ذس كلوك، ويطلع لي الاب او داون، يا زيرو يا ايش؟ يا واحد. معناته احنا هتعمل ديزاين هلقيت لمين؟ للبارت هذا. تمام؟ وبما انه الاثنين ار ديرن بعد سيم كلوك، معناته صار على بعضه فولي سينكرونس، صار على بعضه فولي سينكرونس. يقول لك ممكن تعمل او اس اي ديكودر اللي هو زي هذا في الفيجر اللي شفناها لقيت، بانك تستخدم بوزيتيف ايج ديتكتور وانفيرتر. الانفيرتر طبعا عشان اللي هو حكايه البي، مش هيك ولا؟ عشان يحدد مين
اللي هو الدايركشن. البوز بيج ديتكتور بدخله الاي از ان انبوت، الاوتبوت تبعه حيكون كونكتد مع مين؟ وكنا عملنا حاجه زي كده مظبوط ولا لا؟ كنا عملنا بوزيتيف ايدج ديتكتور لانبوت سيجنال، تمام ولا لا؟ بتكون في الاساسي اسينكرونس، بدي لك اللي هي اكتف اوتبوت، بيكون اوتبوت بيكون اكتف فور جاست 1 كلوك بيريود. هذا الاوتبوت بيدخله لمين؟ للانيبل. والبي لا زال زي ما هو، بيدخله على انفرتر، بيدخله على مين؟ على الدايركشن الاوتبوت تبعه، وبالتالي البي هتدخله على الانفرتر وهيدي لك على طول مين؟ الاب داون، مش هيك ولا؟ بدهاش شغل كتير زي اللي فات، ما تغيرش، مش هيك ولا؟ وبالتالي لو حركته كلوك وايز ات ويل انكريمنت، لو كاونتر ات ويل ايش؟ ديكريمنت. تمام؟ ات ريكومنت فور 1 ريفوليوشن كم تايمز بالنسبه للاوش تبعنا؟ اذا هو 32 بلس بير ريفوليوشن 32، تمام؟ مع كل كومبليت ريفوليوشن 1 ريفوليوشن بدي لك، وحركته واذا حركناه كلوك وايز دوره كامله بيعمل انكريمنت كم مره؟ 32. لو حركته العكس 1 كومبليت ريفوليوشن بيعمل لك ديكريمنت كم مره؟ 32 مره. ممكن بنعمل هيك برضه. اوكي ماشي، بس هذا لحتى الان بدي لك عدد الكريمنس او ديكريمنس بعدد البلسز بير ريفوليوشن، ما استفدناش من حكايه انه ال A وال B are quadrature، يعني متعامدين بينهم، بينهم كم الفيز؟ 90 وربع 1 كوارتر، مش هيك ولا؟ تمام، هنشوف كيف نستفيد من حكاية الكوادراتشر هذا تبع الـ A والـ B، اوكي، بحيث انه نعمل ديزاين للديكودر الدقة تبعته أربع مرات اللي عملها لحتى الآن، أربع ايش؟ اللي هو مرات، وبحيث بيعمل لك انيبل للكاونتر، تمام، فور افري وانس فور افري كومباينيشن اوف الاي ان بي، معناته في السايكل واحد يعمل ايفن كم مره؟ اربع مرات، معناته تول اكريمنت في السايكل الواحده، في واحده من في البيرد الواحده من الاي تبعت الاي او البي، تمام، كم مره؟ اربع مرات. بصير اللي هي مور اكيوريت اللي هو الروتري، مش مشكله ولا هذا اللي بيصير. وهم ليش عاملين اصلا كذا؟ عشان يحكي الحكايه هذه على فكره، عشان يستفيد من الدقه هذه. اوكي ماشي. هو السؤال مش في البي اتش دي ال بس، كيف؟ السؤال مش في البي اتش دي ال بس، في نفسه هذا الاو اس اي انا شايفه مش منطقي، يعني مثلا لو انا سبته زي هيك وعدت تشغيل السيستم ما بعرفش انا وين حاطه اصلا، لانه هو بيعتمد على البلسز لما انا اتحرك، فانا اذا مثلا حطيته في النص وعدت تشغيل السيستم بطل عارف وين هو، يعني مثلا شايف انه البوتنشيوميتر يمكن اسهل من سؤال وجيه، حنشوف كيف هلقيت بيعملها، هلقيت حالا حتشوف. تمام، كيف يعرف حاله الست تبعته؟ واخد بالك انه لو انت لو مشغل السيستم شغلته فترات كان كده مثلا او هيك، بشوف الكرنت فاليوز اوف الاي ان بي بيعتبر هي الست الحاليه. الكرنت فاليوز لو كان مثلا حاليا كان محطوط في بوزيشن بدا هو مثلا الاي والبي 01، خلاص بيعتبرها 01 وينها بيكمل، وينها ايش؟ بيكمل. الكرنت فاليوز اوف الاي والبي اعتبره هم اللي بيحددوا مين؟ اللي هي قيمة الستيت، قيمة مين؟ ومنها بيكمل. تمام؟ هذا هي. لذلك هلقيت هنعمل اللي هو الديكودر، هنعمله كميلي ماشين بحيث انه بيعمل لك اربع مرات سرعة الديكودر العادي اللي شرحناه لغاية الان. في الستيت ديجرام اللي حنشوفه عبارة عن ميلي ماشين للموضوع، بيعمل اف اس ام كميلي ماشين. النوتيشن على الاكس في الاول البي بعدين مين؟ بعدين الاي. وبعدين كاوتبوت عندك الاب وبعدين الكاونتر ايش؟ اللي هو انيبل. خليكم فاكرينهم ماشي؟ في الاول البي ناحيه الشمال بعدين مين؟ عشان ما جاش للصفحه، وبعدين الاب وبعدين مين؟ اللي هو الانيبل. اوكي ماشي. طلع لي على الستيت دايجرام. لو انت يا دوب شغلت الماشين كان الاي والبي بزيرو زيرو، يبقى حنقول انه في ستيت زيرو زيرو حيبدا ومنها حننطلق.
من ايش؟ 0 0. قالت لو انت خلي بالك ناحيه الشمال، الشمال هو مين؟ البي، وهذا الاي. تمام. لو انت حركت الشافت كلوك وايز، لو كان 0 0 وحركته كلوك وايز مين بتغير؟ نسيت انا. الاي بيصير بكم؟ واحد. الاي بيصير بواحد، مزبوط؟ يعني هنا معناته صح؟ الاي بيصير بواحد والبي بيضلوا ايش؟ بزيرو. تمام. الاي لو حركت وصار الاي بواحد، البي بيضل ايش؟ اللي هو اللي بيضل بزيرو. تمام. والاوت طبعا المفروض الانيبل الثاني، هذا مش هيك؟ المفروض يعمل انيبلنج، هاي انيبل بواحد، ويعمل كاونت اب، مظبوط. هاي بترجع قارب الساعه، مظبوط. لاحظ السهم اكريمنتس، مش هيك ولا؟ وحيجي الستيت، هذا الستيت هذا كان المفروض يكون الكومبانيش تبعت هذا، تلاحظ اللي هي 0 1 حط. تمام. وبالتالي ممكن السيستم حيبدا من هذا. على فكره لو انت مشغل الباور وكان البوزيشن تبع روتري كان قيمه الاي والبي 0 1، ساعتها ايش الستيت بتكون بكام؟ بيبدا من 0 1. وبالتالي هذه كايند اوف سيستم غريب عليكم شويه، هلقيت انه ممكن السيستم يكون له اكثر من انيشال ستيت، مش شرط دائما يكون له 1 ايش. هاي في سيستم ممكن يكون له كم انيشال ستيت، كلهم بينفع يكونوا ايش؟ انيشال ستيتس، كلهم بينفع يكونوا انيشال ستيتس. طب لو هو كان في الستيت اللي هو هذا، يعني الاي بزيرو، هذا قلنا مين الاولانيه؟ البي، مش هيك؟ لو انا كنت هعملها كنت هعمل الاي اليمين والشمال وقلبها هو بالك، والاب وداون حكم عكسهم، مش مشكله نمشي زي ما هو ماشي. لو لو وصلها للست هذه اللي هي 0 1، لو حركنا كمان مره كلوك وايز، هتلاقي انه كمان مره كلوك هتلاقي لقيت مين اللي بي حيتغير؟ حيتغير البي هلقيت، والاي حيضلوا ايش؟ زي ما هو. طبعا اي هاف تو انيبل الكاونتر، وبرضه لازم اعمل ايش؟ انكريمنت، لذلك الاب حيكون بكام؟ وهكذا. هذا في اتجاه ايش؟ معناته في اتجاه هذا واضح انه بيعمل ايش؟ فعلا انكريمنت. الاسفن البرانيه بتعمل ايش؟ انكريمنت. طيب افترض مثلا نرجع تاني، بدينا من 0 0، راح التحريك كاونتر كلوك وايز، كاونتر ايش؟ كويس. هتلاقي مين اللي حيتغير؟ البي، واللي حيضلوا زي ما هو. يبقى في الحاله هذه بما انه كاونتر المفروض تشد ديكريمنت، لذلك الاب حيكون قيمته بكام؟ لكن برضه بده ايش؟ انيبل. وهيروح لستيت اللي هي ايش؟ اللي هي 1 0، لانه لقيت البي والبي ار ايش؟ 1 0. تمام. طيب لو انا في الستيت اللي هي هذه وحركت كمان كاونتر، لقيت الدور على مين يتغير؟ الاي، مظبوط ولا لا؟ هاي فعلا الاي اتغير صار بواحد، مظبوط، والبي ضلوا زي ما هو، والانيبو لازم يصير بواحد عشان يعمل كاون اب ولا داون، لذلك نبذل وهكذا. تمام. يبقى عملنا الستيت اللي هو ايش؟ اللي هو دايجرام. السؤال كان مختلف شوية، انه مش بس عقد انه الكاونت انه نعد 4 احنا مرات في نفس السايكل، بس انا قصدي انه نفس الكاونت مثلا بكون معلم عندي عن تدريج درجة الحرارة من 0 ل 100 مثلا، وانا حاطها على 100 وبعدها عاد تشغيل الجهاز، الكاونتر نفسه الجزء الثاني مش هذا الفالنس المشين، هذا الكاونتر نفسه هيبدا من 0 مثلا، فراح تكون الصفر مؤشر على 100 وتشقلب كل مرة بعد تشغيلها. هذه هي الميشي استدلال. يعني قصدك الستيت ماشين حتكون اشي والكاونتر حتكون لا، احنا ممكن تعمل ديزاين للماشين كيف؟ الكاونتر نفسه تمام انيشلايز بسم فاليو مثلا بالديفولت، يعني بيكون في عنده في الروم مثلا سم فاليو، ولما بيبدا الكاونتر تبع اللي ماخذ منه الحراره او البارامتر تبعك انيشلايز بسم مثلا ديفولت فاليو مثلا 50. تمام. وليترون ات ديكريمنس اند ايش؟ اند ديكريمنس
تنعمل مش صعبه مش هيك ولا يعني بيبدا بصمم اللي هو انيشال فاليو الكاونتر. اوكي هذه القيمه هنا مش قيم الكاونتر الستيس مش هيك اي خلي بالك الكاونتر لسه شيء ثاني تمام الكاونتر مشبك مع مين اللي هو هذه وهذا اللي هي الاب والايش والانيبل مش هيك ولا اي نعم بعدين كم قيمته بتظبطها من الماشين لو بالك بتدي له صعب انيشال ايش فاليو في الفيش دي الكود بتعملها مش صعبه يعني اوكي ماشي ويمكن اعملها خلينا نشوف بعد الكود كمان شوي تمام هيك اوكي انا بقولكم يمكن اعملها معي وانا محضر المحاضره واخد بالك ولا كل شيء لكن اي فورجيت مش مشكله لانه بحضر الماتيريال كثير مش مشكله انك تنسى الاشي المشكله انك ايش انك لما تقرا الاشي انك تفهمه واخد بالك هلقيت بنشوف اوكي ماشي ماشي تلاحظ الدياجرام هذا هل هو فولي سبيسيفايد لا وين امسكه انا عندي كم انبوت عندي اثنين المفروض كم كومبينيشن بين الاثنين بتعمل اربع المفروض يطلع منه كم ارك اربع كم ارك طالع من كل واحد جست 1 2 1 1 ما هوش فولي سبيسيفايد اوكي هيا نفترض نقول ايش اللي هو التالي لكل الاذر كومبينيشنز مش حيصيروا اصلا تمام تمام فهنقول انه بدش في الاذر كومبينيشن بضل في نفس الايش نفس الستيت النفس يعني الستيت هي طالع من اي كومبينيشن الزيرو واحد والواحد زيرو للواحد واحد وزيرو زيرو مش حيصيروا اصلا تمام وبالتالي حنقول ايش كانه في تو اركس حيضل نفس الايش اللي هو اصلا مش ايش مش حيصيروا تمام اوكي ماشي طيب قلنا البارت هذا قلنا تلاحظ انه فعلا له اكثر من انيشال ستيت بينفع مش هيك ولا لما تعمل ريست للسيستم حنفترض انه حيحطوا في صم مثلا ريست ستيت مناسبه يختار واحده من مين سوري مش هيختار على الريست المفروض يحطه وين باي ستيت اللي بتساوي قيمه مين البي والاي تمام على الريست لو هو عمل ريست للسيستم هيعمل ريست بس هيحطه في اي ستيت من الاربعه هروح يطلع السيستم على مين الهاردوير على مين على البي والاي حسب قيم البي والاي هيحدد الستيت اذا 0 0 0 0 اذا 1 0 1 انسول تمام اوكي ماشي هنشوف الكورسبوندنج اللي هي بيش الكود تبعت الماشين اللي هي هاد هاي ديكلاريشنز هاي الانتيتي ال A وال B ار انبوت والكلوك طبعا والريست وبعد الكاونتر انيبل والاب هدول الاوتبوتس هدول ايش هو مش هيعمل الكاونتر هنا افترض الكاونتر ايش براني تعامله جابه ومجهزه ماشي الحال اوكي ماشي طيب لكن if you want the counter to be part of the system ساعتها يمكن initialize it بتقدر تضيفه but you have to ايش to initialize اللي هو الكاونتر اوكي ماشي اطلع على الاركتكشر عرف سب تايب سماه state هذا ستاندرد فيكتور 1 داون تو 0 واضح لهذا النوع من الماشين ما ينفعش ان استخدم انيميشن داتا تايب عشان هنا بده يتحكم اكزاكتلي كل ستيت تاخذ قديش الباينري كود تبعها مش هيك ولا مضطرين صح ولا عشان اسلف الانيشال لما يعمل انيشال انيشاليزيشن للسيستم بس بيجيب اي وبي وبحطهم بيعرف ايش الستيت اي نعم واخد بالك فمضطر يستخدم ستاندرد فيكتور للستيتس بل ولاش تلاحظ احنا بنحددش الكودك ولو انه بعد كده حنشوف في خيارات ممكن هذا لكن اذا بدك فول كنترول فبدك تعمل ايش اكسبلسيت ما تستخدمش انيميشن تمام استخدم ستاندرد لوجيك ايش عشان تحدد اكزاكتلي كل ستيت ايش بدك ايش بدك تاخذ باينري كود طبعا انا عندي اللي هو الستيت مثلناه بكم بت 2 بس فلذلك هنا 1 داون ايش 2 0 بعدين في عندك البنز ستيت والنكست ستيت الاثنين ار اس اللي هو ستيت ويتعرف الكون فعلا هي عمل كم من كونستانت كونستانت ستيت بي ايش نوعها ستيت كم الكود تبعها 0 0 ان شاء الله
تمام. وعندك ستيت كيو ايش نوعها؟ ستيت كم قيمتها؟ 0 1. وهذا ستيت ار وهذا ستيت ايش اللي هو اس. تمام. لو الستيت تبعون الستيت دايجرام تبعون الستيت دايجرام تمام. اوكي ماشي كويس. وهلقيت هنعمل ستيت ريجستر بروسيس كلوك افرازك اد او كلوك بيعمل تست على الريست. واضح ان الريست از ايش؟ از سينكرونس از سينكرونس مش هيك ولا بين البيز ستيت لاحظ ايش بتساوي اذا في ريست؟ هاي البي والاي نشوف قيمه البي والاي هما ايش؟ بيحدد البيزت اللي هو ستيت. اذروايز البيزت بيساوي ايش؟ النكست بس. هذا عمل لك الريجستر. اذا في ريست انيشلايز تو ايش؟ تو قيم البي والاي الحاليه حسب البوزيشن تبع مين اللي هو الاو اس اي الاوبتيكال شافت انكودر. نشوف الاوتبوتس. الاوتبوت قلنا في الانبوتس للسيستم هتلاقي الانبوتس هنا اللي ويتش ار ريد سيجنالز الاي والبي ومين كمان والبيز ستيت. عمل لك فاريبل انبوت سماه ستاديو فيكتور 1 داون تو 0 حط في مين عمل جمعهم اجريجيت البي والاي حطهم في في الانبوت عشان يسهل الشغل. بعدين كيس البيز ستيت لو احنا في ستيت بي هذا الشغل كله بجيبه لقيت من وين؟ من الستيت دايجرام. اذا الانبوت 0 1 البي والاي 0 1 then الاب بكام؟ بواحد. والانيبل لازم يكون برضو ايش؟ بواحد. فيهم كلهم انيبل بواحد. اذروايز لو الانبوت 1 0 الاب ب 0 كاونتر كلوك وايز والانيبل ايش؟ بواحد. اذروايز لو لا هيك ولا هيك الاب بكم؟ دونت كير دونت كير. والانيبل بايش؟ بزيرو. لازم الانيبل يكون بكم؟ بزيرو. ما ينفعش تحط هاي سامثينج وهذا دونت كير وهذا دونت كير. لا لان دونت كير في الاخر تتحول لزيرو او واحد حسب الاوبتمايزيشن مش هيك ولا؟ هذا يكون زيرو والاول وتجازر ساعه الثنسز يشوف هذا ايش المناسب ويشوف الاوبتمايزيشن ايش بده مش هيك ولا؟ وحط واحد حط زيرو مش هتفرق لانه اكيد الانيبل احنا ضامنين حيكون بكام؟ وبالتالي ات ويل نوت انكريمنت اند ات ويل نوت ديكريمنت. هذه الستيت الاولانيه. طيب لو في ستيت كيو من ستيت دايجرام تلاقي لو الانبوت قلنا هذا البي وهذا الاي مش هيك ولا؟ بواحد واحد. الاب لازم يكون بواحد والانيبل ايش؟ بواحد. اذروايز اذا الانبوت بكذا الاب بزيرو داون والانيبل بكذا. اذروايز الاب دونت كير والانيبل بايش؟ بزيرو. وكذا بقيت مين؟ لو الستيتس اللي هو الاخرى. تمام؟ هذا اللي هو ايش؟ اللي هو الاوتبوت. الاوتبوتس. ضل هلقيت مين؟ اللي هو النكست ستيت. برضو طلعت هذه ميلي. اذا ميلي معناته في السستيفيتي زي الاوتبوت بيكون الاي والبي والستيت بنحطهم بالستيفيتي مش هيك ولا؟ برضو عمل فاريبل انبوت صار لوجيك 1 داون تو 0 والانبوت بيساوي البي والاي. كيس ستيت اذا في ستيت بي اذا الانبوت كذا 0 1 النكست ستيت بايش؟ بكيو. هذا من ستيت دايجرام مش من عندنا مش هيك ولا؟ إلس إذا الانبوت بكذا النكست ستيت بيساوي ستيت إس. إلس بيضلوا إيش؟ في نفس الستيت. إلس بيضلوا في نفس الإيش؟ اللي هو الستيت. وكذا بالنسبة لمين؟ هو أصلاً مش حي لو هو في ستيت مثلاً لو كانوا كذا كذا لو هو ستيت بي مش حيصير غير يهادي يهادي اصلا مش هيك ولا؟ لكن هنا بو كومبليت ذس فور كومبليت عشان ما يدينيش هنا ايش ريجسترز مش هيك ولا؟ اي نعم عشان كل اف ايش مالها؟ كامله. اي نعم. وبرضه اذا في ستيت كيو اذا الانبوت بواحد واحد النكست ستيت بيساوي ستيت ار من الستيت دايجرام تجيبها. إلس اذا الانبوت بزيرو زيرو النكست ستيت بيساوي ستيت بي. إلس النكست ستيت بيساوي ايش؟ ستيت كيو. وهكذا بالنسبه لمين؟ لستيت ار اند ستيت ايش؟ اللي هو اس.
اذا شفت كيف انك تدي اكسبلسيت كودز للستيتس، تستخدمش ايموليشن، ستالوجيك فيكتور عادي، وتستخدم ايش كونسنس زي ما شفته. وفي تطبيقات هاي هذا واحد منهم، بتلاقي نفسك مضطر انك تعمل هيك، مضطر انك ايش تعمل هيك. اوكي، ستيت انكودينج اند ستيت اساينمنت. طبعا عشان تعمل سينسز ل اف اس ام بدك تستخدم سام باينري كود، بدك تدي للستيتس كودز، بنقول يعني انك بدك لازم تعمل انكودينج لمين؟ للستيتس. فلازم تستخدم سام كايند اوف باينري كود. الباينري كود عباره عن سيت اوف باينري ووردز. الباينري كود مش وورد واحده، هو على بعضه باينري ايش؟ كود. سيت اوف باينري ايش؟ اللي هو ووردز. الباينري كود سيت اوف باينري ايش؟ ووردز. بعدين تخلي بالك الكود اللي انت هتستخدمه وتاخذ من الوورز للستيتس تبعونك، والستيت يعني حسب انت ايش الكود استخدمته، وش وورز استخدمتها للستيتس، بيأثر بشكل كبير على السبيد والهاردوير اللي حيطلع والاريا زي ما حنشوف. تمام، فلازم يو هاف تو نو ايش انواع الكودينج السكيمز المختلفه، وتعرف ميزات وعيوب وعيوب كل كودينج اللي هو سكيم. لان الكود اللي هتستخدمه والوورز اللي هتلتقطها وتاخدها للسيستم تبعونك بياثر على كميه الهاردوير، وبالتالي السبيد اند الايش الاريا او ديزاين الايش اللي حيطلع زي ما حنشوف. وفي عده اللي هو انكودنج اللي هو سكيمز. اذا انت للستيتس تبعونك في الديزاين استخدمت ايموليشن تايب، ساعتها امامك خيارين. الباقي خليت الكلام على مين؟ لو انا مستخدم ايموليشن، لو اكسبلسيت زي ما شفنا بتعمل. تمام، لكن لقيت انا مستخدم ايموليشن، اذا استخدمت ايموليشن للستيتس زي ما شفنا المره اللي فاتت فاكرين، اوكي، في الحاله هذه اما انه انت تترك الخيار للسينسايزر نفسه يختار which encoding scheme to use. تمام، او انت ممكن تقول للسينسايزر استخدم لي الكودينج التحديد بالفلاني. صح انا مستخدم ايموليشن، تلاقي في سم سيتنجز، سم مثلا ويندو بتفتحه يقول استخدم الكذا، او ممكن تستخدم سم اتريبيوتس، اوكي، يقول استخدم الكودينج السكيم الفلاني للستيتس. يا بتخلي السينسايزر هو يعملها لك اوتوماتيك، يا انت بتتحكم فيها بتقول للسينسايزر. تمام، بدكش ايموليشن خلاص استخدم الاكسبلسيت وزي ما عملنا، وصحت السينسايزر مالوش دعوه. تمام، اوكي. يبقى نقول لما نقول ستيت انكودنج يعني انت بتعمل مابينج من ابستراكت ستيت ريبريزنتيشن زي الايموليشن، بيحولها من ابستراكت انيموليشن انيوميتد فاليوز الى سم انكودنج سبيسيفايد محدد بشيك ولا. اي نعم، طبعا كل بيت في الانكودنج اللي بيطلع حيمثل في الاخر بايش؟ بون فلو 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 ستيت ريجستر. في كذا انكودنج سكيم، في سيكونشال الباينري العادي، في الراندوم، في الجري، في الجونسون، في الون شوت، في الوان هوت، في الوان كولد، وفي الديفولت. نبدا بالسيكونشال. في السيكونشال بدي كل ستيت باينري فاليو عادي. خلي بالك لقيت الكلام ده على مين؟ على لما يكون انت مستخدم ايش؟ انيموليشن، عشان نكون مركزين. ممكن لما تقرا انت تصيح في الكلام تنسى الاشاره تقول ماشي الحال. اوكي،
وبيدي الكود بناء على البوزيشن تبع اللي هو الستيت في الديكلاريشن. بيبدا من الفيرس ستيت من ناحيه الشمال، بديها الباينري كود كام؟ زيرو. واللي بعدها بديها الكود كام؟ واحد، يعني زيرو واحد، بعدين اثنين، ثلاثه، تمام؟ انديسيمال، تمام؟ قديش عدد اللي هو البيتس؟ البيتس ان، عدد البيتس ان عباره عن اصغر رقم، يعني لو عندك عدد الستيتس مثلا ثلاثه، لوج ثلاثه، اول رقم انتجر اصغر او يساوي من لوج 3 2 بدي لك كام؟ 2، تمام. الاربعه لوج الاربعه بكام؟ ب 2. لوج 8 بكام؟ ب 3. لوج السبعه 3. لوج السبعه اللي هي 2 point something، اول رقم انتجر اكبر يساوي هو كام؟ بدي له ايش؟ 3. وبالتالي في المثال تبعنا تبع المره اللي فاتت كان كام ستيت في المور مثلا؟ 3، فاكرين؟ فبده كم في الحاله هذه؟ اتليست بيستخدم الليست اللي هي 3، تمام؟ 2، 2 اللي هو السيس، بس 2 بدي لك كم وورد فيهم في الكود هذا؟ 4 وورد. بياخذ منهم كم؟ وش 3 في السيكونشال؟ الاولانيين، اول ست ناحيه الشمال في الاولانيين ايش بديها الكود؟ 0 0، واللي وراها 0 1، واللي وراها 1 0، وال 1 1 is not used. لذلك في السيكونشال تبعنا طلعت فعلا استخدم في المثال تبع المره اللي فاتت ستيتس A و B و C، استخدم الوز هذا، وضل one word ما استخدمهاش، تمام؟ اوكي ماشي. اللي بالك احنا عارفين طبعا، يعني في عندك كومبيناشنال لوجيك للنكست ستيت، مظبوط، وفي كومبيناشنال لوجيك كمان للاوتبوت، والاثنين مين بيعملهم؟ جرب كله طبعا مش هيك ولا لقيت انت في الايموليشن لو غيرت الترتيب اللي هو الستيتس ساعتها ولقيت ديفرنت ستيت اساينمنتس، مظبوط ولا؟ وهذا حيأثر على اللوجيك اللي هيطلع، تمام؟ تمام؟ يا لو انا في الستيتس هنا بدل ما حطيت في الاول A كنت حطيت في الاول ال B وبعدين ال C وبعدين ال A، ساعتها الاولانيه حديها ايش؟ دائما الاولانيه بديها ايش؟ 0 0. وبالتالي هذا حياثر على مين؟ على الكوبانشن اوبوت لوجيك، وعلى كمان نيكست ستيت ايش؟ لوجيك. خلي بالك هيتغير، مظبوط ولا؟ تيك كير. فهذه ممكن تقول عنها ديس ادفانتج، وممكن تكون ديس ادفانتج يعني عموما مش هيك ولا؟ لانه بما انه حيتغير يمكن يطلع اكثر، ويمكن يطلع اقل. طالما يكون اكثر او اقل ساعات الزجاج، اذا حسبها الزجاج، اذا انت حاسبها لا تتزاجر، هيضطر يعمل اوبتمايز يشوف لك هذه وهذه عشان يشوف مين ايش الاوتم، حيتغلب. ات ويل تيك تايم بالنسبه له، مش هيك ولا؟ خلي بالك هذه الاعتبارات خليها في تكون عارف، يعني مدي لك حتى مثال هنا، قال لك في الاساينمنت في التيبل اللي تحت هذه شويه اللي تحت الاوت الاي بوزيتيف ايدج، هتلاقي انه يعني فعلا فاكرين احنا هذا كنا عملناه لما عملنا بوز ايدج ديتكتور عن طريق اف اس ام، مش هيك ولا؟ وتلاحظ في الوسط الشكل كان في ستيت سي الاوت الاي بي اي بيكون وكانت مور ماشين الاي بي اي بيكون واحد في الستيت الاخير ستيت سي. لاحظ هذا ميزته، تلاحظ في البت الثاني في الانكودنج هذا واحد فقط في ستيت سي، ممكن اخذ البت الثاني تبع الستيت ريجستر هو كاوتبوت من غير لوجيك، من غير ايش؟ لكن لو غيرت الاساينمنت الترتيب يمكن ما يطلع، مش هيطلع هيك، هيطلع سام، بدك سام كومبينيشن حتى ولو جيت واحدة، تمام؟ حتى ولو ايش؟ جيت واحدة. فمعناته الترتيب، تغيير ترتيب الستيتس في الايموليشن ممكن ينتج عنه انه الكومبينيشن تبع النكست لوجيك والاوتبوت لوجيك يتغير، سواء يتعقد او ايش؟ او يصير اللي هو ابسط. وبعدين في طيب في السيكونشال لو بدك تحسب
عدد الستيت اساينمنتس اللي ممكن تعملهم. لو انا ماخد انبتس، الانبتس ممكن اعمل كم كود وورد في الكود؟ 2 اس ان وورد، وانا بدي منهم اس بس. في الحاله هذه ممكن اعمل الستيتس بكم طريقه، يعني ايش قصده هنا؟ في يعني مش ماخذين بالكم انتم. هلقيت هذا بنسميه وان اساينمنت على بعض وان اساينمنت. تمام، كان ممكن اللي هي الاي اعمل اساينمنت اقول طيب الاي 00 والبي مثلا اللي هي 11 والسي 01. اساينمنت ثاني اقول لا الاي تمام الاي لو حطيت مثلا السي في الاول هنا، يعني ممكن تعمل عدد كبير من ايش؟ من الاساينمنتس، كل واحد منهم يعتبر وان ايش؟ وان اساينمنت. كم التوتال اوف اساينمنتس؟ لو انا عندي ان بيتس في الكود كم كود ساعتها وورد بيطلع؟ 2 اس اس ان كود وورد. عدد البوسيبل اساينمنتس اللي ممكن تاخذه بحيث في الاساينمنت الواحد عندك اس ستيتس وعن فاكتوريال 2 اس ان على فاكتوريال 2 اس ان ماينس اس. يعني في الاول 2 اس ان اطرح من ماينس اس فاكتوريال، وفوق البسط الفاكتوريال اوف 2 اس ان. يعني مثلا المثال تبعنا تبع المور عدد الان بكم؟ لا الان باثنين، عدد البيتس 2 اس ان بكم؟ باربعة. فاكتور اربعة بكم؟ اربعة في ثلاثة في اثنين باربعة وعشرين، هذا البسط. هي المقام 2 اس ان قلنا بكم؟ باربعة. والاس كم استيس احنا بدنا كم نعمل؟ ثلاثة. اربعة ماينس ثلاثة بواحد، فاكتور الواحد بواحد، بعد عشرين على واحد بيطلع ايش؟ فعلا ممكن تعمل 24 different possible set assignments. تمام، واللي تحت في التيبل تحت هذا واحد منهم، هذا واحد ايش اللي هو منهم. لو انا مستخدم ايش؟ لو انا مستخدم sequential، لو بستخدم ايش اللي هو sequential. اوكي ماشي، وكل واحد هيدي لك different ايش اللي هاردوير اللي ستاتيوسه في جميع الاحوال مش هتغير، دائما حيكون ايش ذاك. لاحظ التركيز على وين هنا؟ كوباش اللي هو مين اللي هلقيته هيحدد الاي ويحدد ايش؟ اللي هو السبيد. صح ولا؟ وبالتالي هيحدد ايش؟ التوتال كوست تبع السيستم. تمام؟ اوكي. بعدين في شغله بدك تخلي بالك منها كمان. لو انت حابب السيستم بتاعك، بديش اقول حابب، لو السيستم بتطلب انه على الست يكون كل الفليب لوبز بزيرو، يبقى لازم تعمل حسابك الستيت تبعت الريست لازم تكون اول ستيت في الايموليشن اذا هتستخدم سيكونشن. اذا هتستخدم ايش؟ اذا انت على الريست بتصفر الفليب فلوبز تمام، اذا الانيشال ستيت في الست ديجرام تبعتك ولازم تعمل ليستنج في وين في الايموليشن؟ اول واحده ناحيه الشمال تمام، عشان تضمن ان الفزار اللي يعملها اللي يديلها الكود كام؟ 000 اصفار. تمام؟ تضمن انه يديها ايش؟ اللي هي زيروز اللي هو الفزار الكود زيروز. في الكود الثاني راندوم كود زي السيكونشال، يعني بيستخدم نفس عدد البيتس لكن بيختار الكود تبع الكود was at random at ايش؟ at اللي هو random. يعني هو من ذاكر السبب، لكن هقول لك ايش ممكن يكون سبب في باله. يعني مثلا هنا في الكود هذا في كم وورد؟ المفروض اربعه، بيختار ثلاثه منهم random ومثلا واحد منهم 00 عشان يضمن يصفر مثلا، والثانيين بيختارهم ايش؟ اللي هو at random، والرابع بيسيبها. الرابع ايش؟ بيسيبها. هذا مرات بيفيد في ايش؟ بيفيده من ناحيه الاوتوميزيشن. عارف احدى التكنيكس عشان تعمل اوتوميزيشن لو انت درست في الماثماتكس انك انت يو ووك في السيرش سبيس ات راندوم. تمام؟ لو قلت لك انا مفتاح في مثلا في مفتاح مخبيينه في الاوضه هذه. زي اللي عارفين اللي هو ايش بيسموه، كنا نلعب واحنا صغار لعبه اسمها حامي بارد. لعبتوها؟ حامي بارد فيها جايد، على فكره فيها جايد الحامي بارد مش راندوم. الحامي بارد فيها راندومنس وفيها جايدنس برضه. حامي بارد واحد من اللي بيلعبوه بيخبي شغله.
بالك، وواحد او مجموعه الاخوه واحد منهم بيكون مغمى عينيه، وبعدين بيقولوا يلا دور عليها، بروح على في الاول بيبدا هو سم مكان هو مش عارف متوقع يكون فيه، بيبدا هذا اذا لقوه بعيد بيقولوا له بارد تمام، بروح بغير المكان، اذا قرب ايش بيقولوا حامي، يعني قربت لغايه ما يلاقي اللي هو الشيء تمام. ففيها شويه راندومنس وفيها كمان ايش فيها جايدنس، مش بيقولوا حامي ايش اللي هو بارد. ما لعبتوهاش بالمره هذه؟ ما انتوا لعبتوها؟ لعبتوها. في ناس بيقولوا مش ما تعاون الفيسبوك انتوا معناتوا مش تعاون الحامي بارد. اوكي ماشي. تمام. ف الراندوم ايش فيك تبعته؟ لو قلت لك في مفتاح في الاوضه تمام؟ مخبينه، طلع المفتاح. تمام؟ اذا حتمشي تعمل الشيء زي ما تقول اللي هي بالترتيب كذا يمكن تاخذ، اذا مشيت بالترتيب حتلاقيه في الاخر، بس سيرش تايم حيكون ايش؟ حيكون في الغالب حيكون طويل. يبقى تلاقيه في نص الاوضه يمكن في اخر الاوضه، اي دونت نو. لو لكن لو قعدت تطلع هيك هيك وتبحلق وتراندوم هيك، زي انت لما تروح على الساحه مثلا بتدور على واحد، انت مثلا واحد بدي موعد لواحد اللي هو في الساحه تمام؟ وقال لك بتلاقيني في الساحه، بتروح له. هل انت بتعمل سيرش عليه اللي هي سيكونشال ولا راندوم؟ راندوم بصير هيك 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 بتلاقيه في الاخر، هذا اصعب طريقه بصير، وهذا فكره الراندوم. هذا فكره ايش؟ راندوم. عشان اذا عنده عدد كبير من الـ من الـ من الاساينمنت بده يعمل اوتوميزيشن تمام، فقال لك بس بختار واحد في الاطرام وبجرب تمام، بديني سام هاردوير تمام، وبعدين بختار واحد ثاني وبجرب، اذا احسن من اللي قبله برمي اللي قبله وبخلي هذا عندي وهكذا، ومش شرط عليهم كلهم، بعملها مثلا 10 مرات لغايه ما يوصل لسب اوبتيمال وخلاص بقول بكفي ايش؟ اللي هو بكفي وخلص بروح بيوقف الواحد تمام. فهذا فائده ليش الراندوم كود والراندوم عموما في السيرش عن سوليوشن تمام. اوكي الجري انكودينج والراندوم بيستخدم عدد نفس عدد تبعت مين؟ الباينر العادي يعني هذا هي، لكن في اختياره للهادي بيكون راندوم بس هذا هي. الجري انكودينج الجري بيعمل حسابه لما بينتقل من ستيت لستيت بيغير بجاست وان بت، بجاست وان ايش؟ هنشوف ايش السبب. يعني هنا بدا من ايش؟ من زيرو زيرو. الاختلاف بين الكود هذا وهذا قرارات الليست بالليست بجاست وان بت، الاثنين هذول زي بعض، فبنقول الديستانس بين هذا وهذا ايش؟ از وان، المسافه ايش؟ واحد. والديستانس بين هذا وهذا كم؟ سوري هذا السيكونشر مش هذا ايش؟ السيكونشر ماشي. طب المره قديش المسافه من هنا لهنا؟ اثنين. لكن الجري هاي الجري لاحظ المسافه من هنا لهنا كم؟ ومن هنا لهنا كم؟ واحد فقط، اختلف 1 بت تمام؟ فهذا جري كود لكن مش باينه ميزته لانه في 1 ستيت از نوت يوزد، مش هيك ولا؟ لو الاخيره لو هو مستخدم كمان واحده الرابعه ساعتها حتكون بكم؟ 1 0. الفرق بينها وبينها والاخيره اتس ايش؟ جاست 1 بت. هذا يسموه جري كود. تلاحظ من ناحيه ال عدد البيتس زي السيكونس العادي من عدد اللي هو البيتس. ايش الميزه اللي هو تبعته؟ الميزه تبعته التالي، وقال لك السبب، بس انا اقول لك سبب اعم منه كمان. السبب انه لما الا لما ريجستر بيكون في ستيت معين تمام، بيكون الريجستر مكون من كذا بت، في العاده قلنا بيكون في سم اوتبوت فانكشن بالستيت، مش هيك ولا؟ والاوتبوت هذا كومبيناشنال، والاوتبوت بيكون ايش؟ كومبيناشنال. الجيت انت لما تغير ولو اجت كلوك، اذا في الكلوك هذه هيتغير اكثر من 1 بت في الريجستر، اللي بيصير عمليا التغيير بيكونش at the same time، بيكون حتى لو فرق لو نص نانو ولو نانو تمام. لو انت اجت كلوك، لانه حتى لو قال لك بدك تشيل تبدوز ديلي تايم، بوجه ديلي تايم ذا سيم، مش ذا سيم، بيكونش اكزاكتلي ذا سيم ذا سيم، بيكون في فروقات تمام. تليكونات جارانتي على انه لو في تو اجت كلوك وتو بيتس حيتغيروا المفروض تمام، التغيير مش حيتم at the same time.
هذا بينتج عنه انه الهدور اللي بيطلع في الاخر الارتوس اللي طلع من الكوبيناشنال ممكن يصير فيه هازرز، يصير فيه جليتشز، يصير فيه ايش؟ جليتشز، يصير فيه جليتشز. وهدول الجليتشز اي جليتشز بتعملك اون اللي هو مشاكل لو انت مش عامله اللي هو سينكرونس. عشان نتغلب على الكلام هذا، عشان تقلل الشيء هذا، ساعتها انت بتخلي دائما بين ستيت وستيت جاست وان ايش؟ وان اللي هو بت اللي هو يتغير. وان ايش؟ وهذا موجود ايش؟ بالجري. بالذات ما ادي لك مثال مور سبيسيفيك اكثر. لو في عندي مثلا انا سيستم في اللي هي لونج باثز وذاوت برانشنج، يعني مثلا انا في ستيت الفلانيه اي، مع الكلوك اللي حتيجي انا بخش بنتقل للبي، ومع الكلوك اللي هذا للسي، للسي وقت كذا كذا. في الباث هذا اللونج باث هذا ما فيش في برانشنج، تمام؟ بفضل التغيير من الستيت لستيت يكون اللي يتغير جاست وان ايش؟ وان بت. عشان اذا في كومبينيشن لوجيك فانكشن بالبيتس تبعت الستيت ستار ما يصيرش في عندي هازرز اللي هو جلتشز. ففي الحاله اللي بستخدم اي كود؟ الجري كود. بستخدم اللي هو مين؟ اللي هو الجري كود. وحتى وانت لو لاحظت الشافت انكودز على فكره كنت مصمم تعمل لك ايش؟ جري كود. لاحظته؟ تلاحظ الاي والبي 0 0 1 0 1 1 1 0، تلاحظ انه ايش؟ اتس جري. الشافت كود تكون معموله ايش؟ بتطلع جري كود للسبب هذا، تمام؟ بتنعمل ايش؟ اللي هو جري كود عشان نستفيد كمان من حكايه ايش؟ الكواد راشر، حكايه التعامد كمان، تمام؟ هذا الجري كود تبعت البوزيتيف ايج ديتكتور المور ماشين اللي عملناها قبل كده. طبعا هنا لو في ستيت سي لو حيروح للاي مضطر يغير 2 بس، لانه هو اصلا مستخدم اقل من مين؟ من 4. فهو الماكسيمم اللي هي بنفيت من الجري لما تستخدم كل ايش؟ كل الكومبانيشن، كل ايش؟ الكومبانيشن. لكن حتى لو مش كلهم ستيل في بيش في بنفيت، في ايش؟ في فائده زي ما بينا. هذا بيسموه الجري ايش؟ اللي هو انكودينج. في الجونسون جري برضه اسم واحد، جري مش رمادي معناته، اسم ايش؟ اسم واحد. وفي الجونسون اللي هو ايش؟ اللي هو انكودينج. بيشبه من ناحيه بروبرتيز بيشبه اللي هو الجري. الجري بيبدا في من اول كله بيكون ايش؟ اصفار الريجستر. بعدين مع كل شيفت من ناحيه اليمين او الشمال، من ناحيه اليمين هنا مختار بدخل ايش؟ واحد. لغايه ما يتعبى ايش؟ ما يصير الورد كلها كلها بكام؟ واحد. بعد كده مع كل شيفت بدي ايش؟ بيدخل زيرو برضه من ناحيه ايش؟ اليمين لغايه ما يصير كله ايش؟ بصفار. تمام؟ كنا عملنا جونسون كاونتر قبل كده اذا فاكرين، مظبوط؟ اوكي. تالي الجونسون كاونتر لما بيغير من وورد لوورد الكود من وورد لوورد بيتغير جاست 1 بت زي الجري، تمام؟ الكود تبع وورد تبع وورد معينه والكود تبع وورد اللي وراها او اللي قبلها بيختلف جاست كم بت؟ جاست 1 بت. وهذه من خصائص الجري ايش؟ اللي هي كود. بس ايش العيب تبعه؟ لو انت عندك ان بتس ممكن فقط تعيهم كم وورد؟ 2 في ان، مش 2 اس ان، 2 ايش؟ في ان كود ووردز. وبالتالي لو انت عندك اللي هي 3 اللي هو ستيتس، 3 ستيتس تحصل على نفس اللي هو الجري، الجري كود 0 0 واحدة وال 0 1 واحدة وال 1 1 بيطلع نفس فعلا الجري، مش هيك ولا؟ انا اقول لك بيبدا من ايش؟ 0 0 وبعدين شيفت 1 يصير 0 1، شيفت كمان 1 يصير 1 1، خلصنا تمام؟ بضلت وان وورد ما استخدمناهاش، مش هيك؟ مش هيك؟ اوكي. هذا الجونسون اللي هو كود. وبالتالي فعلا من ناحيه البروبرتيز بدي لك اللي هو تبعت اللي هو الجري، البروبرتيز تبعت اللي هي الجري الجري كود، الجري كود، الجري كود، تمام. واحد ممكن يقول طيب ماشي، اذا الجونسون بدي نفس صفات الجري كود، طب هنا
يعني هنا مش مبينة. لو أنا عندي مثلا الكومبينيشنز هنا، أنا طلعت بده على إن بس بيعمل فقط كم كود وورد، اتنين في إن، مش هيك؟ طيب لو عندي مثلا 10 ستيتس، تمام، بدي اللي هي كم، 10 على 2 بدي 5 بيتس، مش هيك؟ 5 بيتس بعمل 10 ايش؟ 10 ستيتس. 5 بيتس بعمل كم؟ 10 ستيتس. لكن لو بدي اعملهم جري بيور، لو بدي اعملهم جري ال 10 ستيتس بيلزم كم بيت؟ 4. طب ليش استخدم الجونسون؟ تعرف اولا لو انت بتكبر عدد البيتس في الريجستر، تمام، زي الجونسون كده، الكومبينيشن المصاحب سواء نكست لوجيك او هذا بيقل، تلاقيه ايش؟ بيقل. بالك لو انت لما بتقلل العدد اللي هو البيتس عشان لتمثيل الستيت، انت عمليا بتعمل كومباكشن اكتر، كانه في ساوند فيشن مضغوطه، تمام، عشان الهاردوير الكومبينيشن اللي يعملها انكودنج ويفردها ويشوف ايش معانيها، بده هاردوير اكتر الكومبينيشن، عشان هيك بيطلع اكتر، عشان بيطلع ايش؟ اللي هو بيطلع اللي هو اكتر، ماشي الحال. في كودينج بيسموه اللي هو وان هوت انكودينج. في الوان هوت انكودينج هتلاقي جاست وان بت في الريجستر بيكون بواحد والباقيين بايش؟ بزيرو، يعني واحد ازرتت بس. والوان هوت انكودينج للان ستيتس بدك كم بت؟ ان بتس. بدك ايش؟ ان بيتس. ولك هذا كويس فور سبيد اوبتمايزيشن، فور سبيد ايش؟ لان زي ما قلت لك، بما انه هنا معناته لو 10 سيس بدك كم بيت؟ وهذا التاكيد اللي بقول لك اياه، على انه الهاردوير المصاحب الكومبينيشن بيكون ايش؟ بيكون اقل، بالتالي بيكون ايش؟ فاستر، بيكون ايش؟ اللي هو فاستر. هتقول كيف بكون اقل؟ طب ما انت بتقول 10 فيب لوبز، يعني زود الهاردوير، ماشي، بس بكون كلهم من ايش؟ ان بارلل، يكونوا ايش؟ مش ان كاسكيد، هم مرصوصين سواء 10 ولا 100 ريجستر، خد بالك كلهم ار ايش؟ ار ان بارلل، مش هيك ولا؟ مش ورا بعض، صح؟ لكن الكوبايش اللي بنضاف قبل الفيب فلوبز او بعدها ان كاسكيد، مش هيك ولا؟ وتاخذ تايم زائد هذا زائد كمان تايم زائد هذا. عشان كده لما كنا حسبنا المينيمم كلوك بيريود كنا نقول التي سي توب زائد التي اللي هي الكومبيناشنال زائد التي هولد، مش هيك ولا؟ جمعنا ثلاثة تايمز، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. فالبوينت انه الكومبيناشنال التايم ديلي تبعك ماشي لوجيك بيخش في حساب الكلوك بيريود، بالتالي له علاقه وطيده بالايش؟ باللي هو بالسرعه، اللي هو بالسبيد. وانس انت كمان اخترت بي ال دي معين او بي جي او وات ايفر، الفليب فلوبز اللي فيها بالنسبه لها ثابتين، لكن ستيل يو كان في ايدك شويه كنترول من في اختار الهاردوير، فيها جوا هاردوير كثير ممكن تعمل من كومبينيشن، لكن قديش تاخذ منه هذا بتحدد مين؟ السبيد. هذا بيحدد ايش؟ اللي هو السبيد، تمام. ما ادي لك للمور ماشين الهوت الوان هوت انكودينج في التيبل التالي، هاي وان هوت كم ستيت هما؟ هاي ثلاثة فليب فلوبس، تمام، الاولانيه وان اصفار وكذا وكذا، مش هيك ولا؟ تمام، ماشي الحال. واحد ممكن يقول بس عيبه، في ما كلش عيبه وفي عيوب وميزات. هنا تلاحظ الدسس من هنا لهنا كم؟ 2، ومن هنا لهنا ايش؟ اللي هي 2، ومن هنا لهنا اللي هو 2، تمام؟ ماشي. وبالتالي ساعتها ممكن يجي لك جلتشز، لكن لو انت عملت السيستم كله سينكرون ساعتها الجلتشز بالنص مش هتضر. هذا من فوائد هذا، دائما بقول لك اعمل الديزاين كله فولي سينكرونس، ساعتها لو في بتوين البالسز
للإدجز، لو في جليتشز بتكون راحت لغاية ما تيجي نيكست بالس بتكون راحت في الطريق اليمين للجليتشز، تمام؟ بحيث لما تيجي النيكست إدج بيكون خلاص السيستم صار إيش؟ ستيبل. وهي بتاخد فقط النانو سكندز الأولانية للجليتشز، بعد كده بتطير بصير ستيبل الأوتبوت تبعت اللوجيك. أوكي ماشي. هذا الـ One Hot Encoding. الـ One Cold اللي هو Encoding زي الـ One Hot، بس 1 بت بيكون بصفر والباقي ايش؟ الباقي اللي هي بوحيد، تمام؟ طبعا هنا مش واضح، هو مش قايل لك ايش ميزته، بس اقول لك ايش ممكن تكون ميزته، لان هو انت لما تعمل تختار مثلا مرات في احد هذا بتقول للاستاذ انت اختار الكودينج المناسب، بيبدا الاستاذ يلطش يمين وشمال يجرب، ممكن في الكودينج الواحد ياخذ يجرب كذا شيء ويجرب على الكودينج ثاني، يمكن يلاقي الون كولد انكودينج يلاقي انه احسن من الون هوت او من الجري او كذا. كيف؟ انا اقول لك كيف. لو انت بدك تعمل امبلمنتيشن لفانكشن وعملت الكرف ماب وحطيت لقيت فيها مثلا بس ثلاث وحايد، تمام، وجمعت الوحايد وطلعت مين اللي هو هذا، هدي لك سم لوجيك، تمام. لو اشتغلت على الكومبلمنت وطلعت بس في الاخر حط 1 انفرتر يمكن يطلع ابسط. هيا تعال هاي مثال صح ولا هذا اللي بيعمله مزبوط ولا مش مرات كنت بتشغله هيك اصلا فعلا، مرات على الكومبلمنت بيطلع لي شيء ابسط، مرات على الكومبلمنت بيطلع لي شيء ايش، هات الكومبلمنت وهات الكومبلمنت او الكومبلمنت بيجي لك الترو، هذا اللي بيعمله هذا اللي بيعمله اكزاكتلي بالك، هذا هي. فهو عنده بيكون ديفرنت كودينج سكيمز، اذا سبتها له بقول لك ماشي انا اعمل لك اياه، تمام، بجرب كذا كودينج سكيم من موجودين وكل واحد بجرب ايش بيعمل سيرش شويه كذا وشوف الاوبتيم، مش شرط يوصل للاوبتيمم لانه السيرش سبيس بيكون كبير خلي بالك، لانه هنا اعطوه بس وثلاث بس مش شيء، لكن بكون بدك يكون عدد بس من كبير من البس مش بس تو فليب توز ولا اربعه ولا خمسه، ممكن يكون 32 او 20 او وات ايفر، تمام، عدد كبير من الستيتس مرات بيكون يعني بيكون عدد كبير من الستيتس. اوكي واضح. فهذا اللي بيصير في ال الموديفايد وان هوت انكودينج. ايوه هذا كويس موديفايد وان هوت. تلاحظ عيب الوان هوت انه فيش ولا ستيت الكود تبعها كله صفار، تمام. مرات انت طبيعه تطبيق بيلزم انه الانيشال تكون كويس كله صفار كله ايش صفار، فراحوا قالوا اوكي هنعمل موديفيكيشن للون هوت هنخلي الاصفار حاله الاصفار واحده من الستيتس، تمام، وبالتالي معناته انت بتقدر ان ماينس 1 تعمل كم ستيت ان ستيتس واحده منهم بتكون ايش الاصفار والباقيين كل واحده بتكون جاست 1 بت از ازيتد. الاصفار بتفيد لايش؟ عشان يعرف يعمل ريست، عشان على ريست يوديه الى ايش الى زيروز، يوديه ايش الى زيرو. بقول لك اذا انت ما حددتش انكودنج خلي بالك الكلام هذا كله على اعتبار انت الاساس ايش عاملها اكسبلسيت والامبلسيت، عاملها انويشن، عاملها ايش انويشن. لو انت ما حددتش للسازر اللي هو انكودنج هو بيعمل لك الديفولت، تمام، فممكن بناء على عدد اللي هو الستيس اللي انت محددها والتارجت بي ال دي اركيتكشر. اوكي وهنفصل الكلام هذا بعد كده كمان في عليه كلام، يعني ممكن يختار لك السيكوينشال انكودنج لو عدد الستيس اقل من 5 في المثال اللي انا قايل لك مثلا، او اختار لك الهوت انكودنج لو عدد الستيس كان اكثر من 5، تمام، او اختار الجري لو اكثر من 25 ستيس. اوكي قلنا الاوتو انكودنج عباره عن سم انكودنج بيدي لك الليست اريا مش هيك ولا، والليست ايش اللي حسب انت ايش بتبحث عنه، حسب انت ايش بتبحث عنه. اذا انت بدك توفر في الـ في الـ الـ في الهاردوير، اذا انت بدك الاشي يكون فاستر عشان تكون عارفين في العاده مش دائما الهاردوير بيكون اكثر خلي بالك، الهاردوير بيكون ايش بس مش ان كاسكيد، بيكون مثلا اشي ان بارل في باراليزم ايش، عموما بدك اشي اسرع بيكون هاردوير ايش اللي هو اكبر، لكن لا يمنع انه في بعض الزاينز بيكون هاردوير اقل والشيء اسرع كمان، تمام، هذه حالات خاصه. اوكي
فبيعمل لك اوتوميزيشن حسب انت طالب ايش طالب له. طالب مثلا اوتوميزيشن من ناحيه سبيد ولا من ناحيه ايرور واحد او من ناحيه الاثنين عشان يعمل كومبرومايز. فبيجرب ديفرنت انكودنجز تمام، ويمكن تلاقي فيه مثلا ممكن تقول له اختار لي حط لي الانكودنج الفلاني وجرب فيه تمام، فبيعمل اوتوميزيشن المطلوب وبدي لك ايش البيست، او بديش اقول البيست، بدي لك السب اوبتيمال سوليوشن. سب اوبتيمال ايش سوليوشن، مش شرط يدي لك الاوبتيمال اللي هو سوليوشن. المرجع بنكمل ان شاء الله.